وشكرا للمضيفين. في البداية باسمكم جميعا وباسم من هم على المنصة إلى جانبي، أترحم على روح الفقيد العزيز فقيد تونس قاضي فاضل مختار اليحيوي. نحن تعودنا أن نعطي للأحياء حقهم، وأحياناً لا نعطي حتى للأموات حقهم. الفقيد مختار اليحيوي أعطي بعض حقه في جنازته التي جمعت الجميع، ولكن يجب أن تعلموا أنه إلى حد الآن لم ينل حتى بعض حقوقه البسيطة، لا في الجانب الاعتباري ولكن حتى في الجانب الاجتماعي والمادي. رجل ظلم حياً لا يجب أن يظلم ميتاً أيضاً. مشروع قانون أساسي متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. ما استرعاني في هذه الدعوة وأنا اطلعت للتو على جدول الأعمال برنامج الجلسة أن المداخلات ليست معنونة، وبالتالي فلي الحرية دون أن تنتبهوا لذلك حتى أن أغير محتوى مداخلتي في اللحظة الأخيرة. ولكن أنا دعيت مرات عديدة ولم أستجب إلا لدعوة وحيدة من جمعية محامين الشبان في هذا المكان في طابق آخر، وكانت مداخلة لن أستعيدها حرفيا حتى لا أفوت فرصة الاكتشاف على من حضر الندوة السابقة، ولكنها في نفس الإطار، هي مداخل منهجية لتناول هذا الموضوع. هذه قضية كما تعلمون ملأت الدنيا وشغلت الناس في الأشهر الأخيرة، أقضت مضاجع الجميع وحرمت الشواطئ على العديدين أثناء الصائفة لأسباب عديدة. أولها أنها تصدر عن أعلى هرم في السلطة في الدولة عن رئاسة الجمهورية. ثانيها أنها تشمل قضايا هي تقريبا أهم أو ربما من أهم القضايا التي تشغل الناس، قضية العدالة الانتقالية، قضية فساد، قضية رجال الأعمال، قضية الموظفين إلى غير ذلك. فهي إذا نقطة تماس بين قضايا كلها حارقة. ثالثا أنها تشمل جهات عديدة كانت تقف في نقطة التقابل ثم أصبحت لأسباب كثيرة تعلمونها وليس المجال لتناولها في نقطة الالتقاء. وبالتالي فأن يدعى بعض المكونين للائتلاف الحكومي، هنا ثم النهضة والاتحاد الوطني الحر، فأنتم تنتظرون ماذا عسى أن يصرح كل من هؤلاء. ولكن أنا اخترت أولا بالطبع كل هذا تحت سقف الصراحة ورفع الحرج أن أتحدث عن مداخل المنهج، واخترت أن أبتعد عن التصنيف التبسيطي مع أو ضد. الأصل في إطار تحرير الخلاف أن نطرح جملة من الأسئلة: ما هو النص الذي نحن بصدده؟ ما هي مميزاته؟ ما هو محتواه؟ ما هي الإشكاليات التي يطرحها؟ كيف نتناولها؟ وما هي الإشكاليات التي يطرحها كل حد؟ أول الملاحظات البينة والجلية في خصوص آلية الإفراز. هذا نص صدر عن رئاسة الجمهورية. نقطة. إذن فكل ما يقال هنا وهناك، سمعت الكثير منا حول أن البعض يتحدث عن مبادرة حكومية، والبعض يتحدث عن مبادرة لمجموعة من الأحزاب، والبعض يتحدث عن إحدى تبعات لقاء الشيخين في عاصمة الأنوار، في عاصمة الأنوار.
وبالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ حول ما قيل البارحة وطلب منا أن لا نعلق عليه، وبالتالي فأنا لن أعلق عليه. هي مبادرة صادرة عن رئاسة الجمهورية، أطلعنا عليها في حركة نهضة تامة. الملاحظة الثانية، بالطبع بالنسبة للملاحظة الأولى هذه صلاحية رئيس الجمهورية تبقى الفصل 62 من الدستور، لا نقاش في ذلك. ملاحظة ثانية أن هذا المشروع تحت عنوان قانون أساسي، وهو يلغي جملة من أحكام قانون أساسي آخر، والقانون 53 متعلق بالعدالة الانتقالية. الملاحظة الثالثة وهي الأهم في تقديري مرتبطة بالملاحظة الثانية، لماذا ولد هذا المشروع في شكل قانون أساسي؟ هناك نقاش قانوني حول القانون العادي والقانون الأساسي، حول الأحكام الدستورية التي تميز بين هذين الصنفين، ولكن من الواضح في تقديري أن المقصود هو توازي السياق والإجراءات. هذا مشروع قانون يطال بشكل مباشر قانون العدالة الانتقالية الذي هو قانون أساسي، وبالتالي فيجب أن يكون في شكل قانون أساسي حتى نحقق مقصد توازي السياق والإجراءات، وهذه في تقديري الإشكالية المنهجية الأولى، لأن توازي السياق والإجراءات لا يكون في الشكلية القانونية فقط في هذه القضية الحساسة قضية العدالة الانتقالية، وإنما في قضية أعمق وأشمل. قانون العدالة الانتقالية كان نتيجة لقرار وطني، ليس كل الدول تختار العدالة الانتقالية في فترة الانتقال الديمقراطي، ولكن الدول التي تختارها تختارها كقرار وطني، فإذا هو ليس قرار حكومة وليس قرار برلمان، وبالتالي هو كان تتويجا، مصادقة على القانون 53 كانت تتويجا لمسار من الحوار والتوافق. بالطبع لا يمكن أن يحقق الإجماع، ودليل ذلك أن هناك الكثيرين ممن يرفضون مشروع قانون المصالحة، ولكن هذا لا يعني أنهم يقررون قانون العدالة الانتقالية بنسبة 100%. لديهم كثير من التحفظات أو بعض التحفظات، بل أن هناك حتى من قوى المجتمع المدني التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية قد ما حتى قضية في المحكمة الإدارية، هذا شيء عادي، ولكن كان هناك حوار، وهذا ما يفسر أن قانون العدالة الانتقالية قد سن في فترة من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكنه لم يولد بعد سنه أو عند عرضه لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا تهديدات بالعصيان المدني. لماذا؟ لأنه كانت هناك حوارات في مختلف الساحات، في الجهات، في أقاليم، شكلت 6 أقاليم في البلاد أشرفت عليه، لم تشرف عليه حكومة، وإنما أشرفت عليه لجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني، وهي مكونة في أغلبها بنسبة أكثر من 90% من المجتمع المدني. إذن توازي الإجراءات الحقيقي في تقديري يكون بتنقيح، خلينا من المفهوم الضيق للتنقيح، تنقيح قانون بقانون، بتنقيح مسار، لأننا هنا إذا مراجعة مسار هو مسار العدالة الانتقالية ليس هناك أي حرج في مراجعته، الإرادة التي أفرزت مسارا هي إرادة قادرة على مراجعته وتصويبه وتقويمه وإثرائه في أي وقت تشاء، ولكن التوازي الحقيقي أن يكون القرار الوطني مراجعا بقرار وطني لا بقرار أي مؤسسات الدولة حتى ولو كانت سلطة تشريعية. يعني البرلمان لو يجي مقترح قانون من مجموعة من النواب ويقفز على فترة الحوار في قضية مثل هذه فسيعاب عليه نفس ما يعاب على هذا المقترح. الإشكالية المنهجية الثانية هي إشكالية الهوية القانونية، يعني ما هو هذا المشروع؟ المشروع اللي قدامنا اسمه واضح، اسمه مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي المالي. الأصل أن العنوان يدل على ما
على المضمون. وقت اللي نجي نلقى نزل افريقيا ندخل ما نلقاش قصر عدد، لازم نلقى نزل في غرف ما فيش قاعه جلسه. كيف نقرا المشروع القانون عنوانه مشروع قانون اساسي متعلق باجراءات خاصه بالمصالحه في المجال الاقتصادي والمالي، الاجراءات اللي باش تلقاها من بعد لازم تكون خاصه باجراءات المصالحه، ووقتها ناقشوا الامور اللي زاد شنو. ولكن بالتامل شنو نلقى؟ شنو هي الاجراءات اللي فيه؟ يعني القانون هذا شنو اللي فيه؟ انا مانيش في جيب جديد، لانه كثيرين من الشراح والدارسين تعرضوا للموضوع هذا باختصار شديد، باختصار شديد جدا. في ثلاثه محاور تشمل اعوان الدوله، رجال الاعمال، وثم محور اللي هو في العاده يكون في قوانين الماليه. تتعلق قانون الصرف العادي يجي في قانون الماليه. مع احداث لجنه نتاع مصالحه اجراءات سير عملها ملحمة الاولى، هذا كله في قداش؟ في 10 فصول. لو كان نحيو الفصل الاول نتاع شرح الاسباب الفصول العام في الاخر نلقاو 10 فصول. الفصل الثاني متعلق بالعفو عن الموظفين العموميين واشباههم. هنا يطرح سؤال، العفو هذا شنو؟ تو الكل هذا قاعدين نحكيو في الهويه القانونيه، شنو طبيعه العفو هذا؟ نحن ايش عندنا في القانون؟ عندنا العفو العام اللي هو يصدر عن السلطه التشريعيه، وهذاك علاش اسمه العفو التشريعي العام، خاطر يصدر عن السلطه التشريعيه في شكل قانون. وعندنا العفو الخاص اللي يصدر عن رئاسه الجمهوريه. وبدون ما ندخل في التفاصيل القانونيه لان الوقت ما يسمحش، الفرق الرئيسي بينه بالاضافه للفرق الاول ان واحد يصدر عن السلطه التشريعيه والاخر يصدر عن رئاسه الجمهوريه، الفرق الرئيسي بيناتهم هو ان العفو العام يمحو الجريمه والعقوبه، والعفو الخاص يتسلط على اثار الجريمه فقط. وذاك علاش اللي دخلوا الحبس يعرفوا انه في واحد يحب يدخل في العفو ساعات حتى عنده تعب قدام القضاء يقولوا له يلزم حتى تفصل مع القضاء باش ينجم نجم تدخل تحت مظله العفو. الملاحظه الثالثه بخصوص الفصل 12. الفصل 12 يلغي، كيفاش نصبه؟ تلغى جميع الاحكام المتعلقه بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الوارده بالقانون الاساسي عدد 53 لسنه 2013 المؤرخه في 24 ديسمبر 2013 المتعلق باساءة العداله الانتقاليه وتنظيمها. رجال القانون يعرفوا، وحتى غير رجال القانون يعرفوا، اللي اطلعوا على مشاريع تعديل القوانين، انه عند التنصيص على الغاء يكون هناك مناط للالغاء. ايش معناها؟ معناها نحددوا شنو هي الاحكام هذه؟ وشنو هي الفصول المعنيه؟ وتو تشوفوا اذا كان يسمح المجال باش نعمل ورشه، انه حاولت شويه ندقق في الموضوع هذا باش نلقاو اشكاليه كبيره جدا. علاش؟ اولا لانه مفهوم الفساد مفهوم ملتبس. ثم التعريف الدولي، تعريف الاتفاقيه الدوليه اللي هو اذا باش نجيو نقراو الفصل 2 في اطاره باش نلقاو ان احنا فصلنا حيث كان التعريف مجملا، ما ثماش في التعريف الدولي تفصيل ما بين الرشوه ولا استغلال النفوذ بين حوايج اخرى. والسبب الثاني انه في قانون العداله الانتقاليه كي تقول فساد ما تحكيش على فلوس برك، تحكي على جملة من الاعتبارات الأخرى متعلقة بكشف الحقيقة ومتعلقة بالتدقيق في الإدارة. الكلمة اللي هي وقع ياسر اجتهاد باش نلقاوها الناس الإدارسيون اللي يسموها الغربة له، مشمولة هذا من الإلغاء ولا ماشي مشمولة؟ كل الأحكام متعلقة بالفساد، هذا متعلق بالفساد. إذا الهوية القانونية فيها إشكال إذا كان لخصها في جملة. مشروع قانون عنوانه مصالحة، كي نجيو نشوفوا في الوسط إيش نلقاو؟ نلقاو إيش كان المصالحة برك، نلقاو أحكام متعلقة بالمصالحة، ونلقاو الفصل الثاني متعلق بعفو ذو طبيعة خاصة، له عفو عام، عفو تشريعي عام بكل أركانه ومواصفاته، وله العفو الخاص هو عفو
من طبيعة خاصة، ونلقى أحكام متعلقة بجرائم السرقة. الملاحظة، المدخل المنهجي الثالث هو المتعلق بالهوية السياسية. الهوية القانونية قلنا فيها التباس. الهوية السياسية شنو؟ الهوية السياسية تجي من شرح الأسباب ومن التعليقات والمقدمات اللي تجي عند الناس اللي دافع ولا اللي قدم. يعني الجهة اللي قدمت لرئاسة الجمهورية، ولا من تطوع على الدفاع، ولا من كل دفاع بالدفاع إلى غير ذلك. يعني كل من يدافع عن المشروع هذا، واضح إذا كان لخصوها في جملة يقوله، هي تهيئة مناخ يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. هذا يطرح جملة من الإشكاليات، كل هذا في إطار التسامح. يطرح جملة من الإشكاليات. أولاً، أول سؤال، مشروع متعلق في عنوانه الرئيسي بضخ أموال في الاقتصاد، وذلك علاش بعض الدفعات يقولوا هات نبدلوا له اسمه، نردوه اسمه مش مصالحة، نردوه رجع الفلوس باش نستثمروا في الجهات. السؤال هنا ايش يجي؟ ولهنا ما توجهش رجال القانون، توجه رجال الاقتصاد. كل إجراء في مجال الاقتصاد يلزم دراسة جدوى. أنا صدقوني إلى حد الآن طرقت أبوابا عديدة لم أجد أرقاما. عدد الموظفين قداش؟ ثم اللي يحسبهم بعشرات الآلاف، ثم اللي يحسبهم بالآلاف. أنا في التقديرات اللي عملتها حاولت أن تكون أقرب ما يكون للواقع، لقيتهم بضع مئات. الأرقام الاقتصادية، خلينا من الخبير الاقتصادي يعطى رقم كي تضغط عليه شوية طيح صفر، ولكن صورة عامة يعني تقديرات مختلفة جدا. ولكن كيفاش نجم نعرف نحن؟ من خلال تقرير البنك المركزي، دائرة المحاسبات، من خلال التجارب المقارنة اللي وصلت لكم كل موضوعية. وانا ننتمي للحزب مشارك التي لا الحكومة، يعني من جمش التهم التحامل. التجارب المقارنة ما هيش مشجعة في هذا المجال. يعني بلغة أخرى، الإجراءات هذه إذا كان المقصد منها سياسي تناقش في إطار سياسي، إذا كان المقصد منها اقتصادي أنا أرجح أنه حتى اللي قدموا المشروع هذا ما همش يستنوا منه في حاجة كبيرة في الاقتصاد. وقت يولي السؤال الحقيقي، إذا كان نعتبروه خطة سياسية حبوا نعملوا رجع باش نجيب مفعول به كما قالوا بعض الناس، باش نعملوا نشجعوا رجال الأعمال كما في فصل 2، باش نحيوا التكبير بتاع الموظفين اللي باش يجي على القضاء، يعني باش نجيبوا نتيجة إيجابية. لأن ثم سؤال أيضا محرج بالنسبة للموظفين، هل أنه بالفعل إذا كان نعطي عفو عن الموظفين مع مانيش ندخل معكم في نقاش قانوني طويل ياسر اللي هو برشا كتبوا فيه، قريت أنا مؤخرا ما حديث للقاضي أحمد صويب معنا فصلها بشكل جيد، اللي ثم درجات. لأن نحن لخصناه بجملة قلنا الموظف اللي كان يطبق في التعليمات علاش يبقى ماشي جاي، والإدارة مكبلة ماشي جاي لحكام تحقيق وكذا. هو راه المسألة مش بالبساطة هذه، أولا ثم تعليمات في التعليمات، ثم شرعية ظاهرة وثم كذا. يعني المسألة ماهيش بسيطة أن نجي ونحط الناس الكل مع بعض أولا. ثانيا، إذا كان المردود المالي والاقتصادي المأمول ماهوش كبير في كل عملية اقتصادية، الإنسان يعمل البالانس، يحسب حساب الربح والخسارة، شنو مش نربح وشنو مش نخسر. اللي مش نربح أنه باش نغري مجموعة من الناس بعفو وبمصالحة باش يجيو يضخوا فلوسهم في الاقتصاد. هذا فيه مجموعة من الإشكاليات. أولا، المنظومة اللي حددتها في المشروع القانون المختصر هذايا هي منظومة قائمة على التصريح، اللي ديكلاراتيف، قائمة على التصريح، ما فيهاش تدقيق، ما فيهاش بحث، ما فيهاش استقصاء. يعني كي رجل أعمال يجي يقول أنا مبلغه 10، ما نجمش نقول له لا 20. ثانيا، ثم انفاس كومينيكونت ما بين الفصل 2 واللي بعده، هي المتمتعين بالعفو الموظفين واش بين الموظفين. يعني الدراهم بعد اللي يتمتعوا به عندهم الحق يتمتعوا بعد المصالحة ولا لا؟ فكل جرائم المستثنات، جرائم المستثنات اللي هي
الرشوة والاستيلاء على الأموال هذا أيضا يطرح إشكال. بالإضافة قديش؟ عشان دقيقة زوز طيب بالإضافة إلى أنه توجيه الرسالة ما يكفيش عنوان إذن المحتوى. والسؤال هو هل أن الرسالة إيجابية أم لا؟ لأن نحن عايشين في عصر اللي رجل الأعمال بآلة مثل هذه عنده كل المعطيات وكل المعلومات، وقت اللي يجي باش يستثمر ولا يجي سايح يعرف كل شيء عن البلاد، كما يشوف الحوافز الجبائية، يشوف أيضا الوضع الأمني، ويشوف استقلال القضاء، ويشوف الوضع الاجتماعي، وكما يسمع الحكومة وزير المالية شيقول، وزير الاقتصاد شيقول، وزير الداخلية شيقول، يسمع أيضا المجتمع المدني شنو يقول. وما يلزمناش ننساو أنه مسار العدالة الانتقالية في تونس صحيح كان قرار وطني، ولكنه كما دستورنا أيضا كتب تحت سماء مفتوحة، وبالتالي ثم عالم قاعد يراقب، وثم مجموعة من الأسئلة يجب أن نجيب عنها. وين نقاط التداخل بين العدالة الانتقالية وهل مشروع هذا؟ كيف نعمل لجنة المصالحة اللي هي في تركيبتها تقريبا يعني واحد السلطة التنفيذية وثم زوز هيئة الحق والكرامة، ما نعرفش الهيئة إذا مر بصيغة هذه الهيئة باش تكون مثلة ولا، ولكن نجم تكون سلطة تنفيذية ممثلة بنسبة 85% وإلا ربما تكون ممثلة بنسبة 100%. فشنو هي الرسالة اللي نوجهها من خلال هذا؟ الملاحظة الأخيرة هي أيضا قضية الدستورية. وما يزلناش ننساو أنه ثم تجارب مقارنة في هذا المجال، ثم مشروع قانون، ثم قانون ولا مش مشروع قانون تقريبا مماثل لهذا المشروع تعمل في باكستان وطبق وطعن فيه امام المحكمه الدستوريه العليا. ولو تقراوا الحيثيات نتاع القرار نتاعها تلقاو تقريبا كانوا يحكي على وضعيه مشابهه لوضعيتنا بتفاصيله. شكرا لكم. شكرا مريم، يعني كنت ننتظر من الاستاذ سمير ان شقت منا موقف هل هو مع التعديل ام مع الالغاء، رغم الانطباع اللي اعطاه لي وكانه مع الالغاء. انا قلت لك حاجه عندها صوف ويذبحوها نهار العيد كبير من هم تطلع جرزومين. لا ملخص رايي واضح، انا بالنسبه لي الجواب ما هوش يتعدل ولا يلغى. الجواب هي ثم جملة من الشروط قدرنا مش نوفرها ولا لا، ثم إشكاليات دستورية هل نقشوا فيها أولا حقيقية ولا لا، وإذا كان هذه حقيقية شنو يلزم يتبدل باش يولي متلائم مع الدستور. ثم سؤال حول علاقة بالقانون العدالة الانتقالية، ثم سؤال آخر أكبر، المنظومة القانونية اللي نعلو فيها هذه الكل صارت في بلاد عملت ثورة، كل الإجراءات القانونية يلزمها تكون متلائمة مع المسار هذا اللي هو قضية نكافح الفساد أو لا نكافح الفساد. سؤال معش تطرح سؤال مش ماذا، السؤال كيف نكافح الفساد. حتى واحد ما عنده الحقيقة المطلقة نجم نختلف ونلقى حل في الآخر كيف نكافح الفساد.